حنتحدث عن ثلاث نقاط مهمة. إنه الرجل ثلاث نقاط من ابتداء أصعد رجلي أنزلها وبالوسط وأقدر ثلاث مناطق للجانب ووسط وللداخل. هنا هاي الوضعية إنه دائما اللور باك هيك ما بحاول أقوي ظهري وأعطي قوة لللور باك. يلا نبدأ التمرين. هنا التمرين بالضبط 1 2. أول نقاط اللي حكينا عليها، كل ما يرفع رجله لفوق بيعطيه الهام سبرينج للخلف، كل ما ينزل لتحت الوسط كوادرسيبس ينزل الضغط حيصير على الركبة عالي. هنا بقت عندي المناطق إنه المستقيمة ينطيني الزاوية المستقيمة، كل ما أخرج رجلي للخارج ينطيني للداخل، وكل ما أدخل رجلي ينطيني للخارج. فهنا التحكم من هاي الست نقاط. يلا نبدي بالمنطقة الوسط، دائما فتحة الرجل بقد فتحة الكتف. هنا من الأخطاء ممكن أن نمر فيها إنه ناس يستعين بالعضلات القوية، فإشي يستعين بالداخل مرات يضطر يلاصق رجليه للداخل، وإشي عند الخارج قوي يضطر يفتح أكثر من اللزوم. هنا أهم إشي إنه فتحة الرجل، قلنا فتحة الكتف تنزل باستقامة، بالضبط باستقامة. وفي أخطاء إنه الرأس أمده للأمام أثناء الدفع، وهذا يسبب لي قطع الأكسجين عن الرأس.